بسم الله الرحمن الرحيم، جريد فور، اهلا بيكم. ده اول سيشن هيتسجل فيه بعد ما الكتاب نزل. طبعا احنا قلنا سيشنز كتير وحلينا وعملنا شرح كتير. ده بيتكلم على الجزء بتاع البلانت. هو هنا بيتكلم عن ان في نوع من الفورست اسمه سافانا فورست، دي بيسميها غابات السافانا، ودي موجوده في رين فورست في البرازيل، امازون رين فورست في البرازيل. دي في اسمها ايه، الغابات الامازون المطيره، ودي موجوده في البرازيل. ده كل ده ما يهمنيش، اهم حاجه اعرف التمبريتشر بتاعتها. اعلم على دي كده، يلا. التمبريتشر بتاعتها ميدل، كلمه ميلد، ميلد تمبريتشرز از ميلد. وكمان الايه، كمان اللي هقول لك اتعلم عليه بس يتحفظ يا جماعه. تتميز بايه؟ ليك، بص، تتميز بايه؟ ليك ذا اكستريم ليك اوف ووتر، في نقص في الميه ديورنج دراي سيزون، بس دي في الايه؟ في الفصول الجافه، هتعلم على الحته دي كده. والسافانا دي برضو دروف، دروت، كلمه دروت يا جماعه اللي هو تتميز بانها فيها جفاف. وكمان ماست اوف زيمبلت، خلاص ده كده مفيش مشكله هنا. يبقى اللي هحفظه هنا خصائص السافانا، التمبريتشر بتبقى بتاعتي بتبقى ميلد، وبعدين اللي عندها ليك اوف ووتر، وكمان دي طبعا دورنج دراي سيزون، كلمه دراي سيزون يعني الفصول الجافه. which last of half of the year، وزاوت اللي بتقعد نص السنه من غير امطار. عندها دروت اللي هو دروت اللي هو الجفاف، وده بي في بعض الفصول. تعال بقى نشوف ايه الحاجات اللي فيها. الكاركترستيك بتاعت الامازون رين فورست في البرازيل، انا مش عايزك الحاجات دي كلها مالكش دعوه فيها. هي بيقول لك رين فورست يعني امطار او غابات مطيره. دي فيها ميه كتير جدا، دي كل الحاجات تسيبك منها. تعال بقى نشوف النباتات الموجوده عامله ازاي. طبعا اخذنا الاكاشا تري، عرفناها الهابتت، موجود في السافانا فورست في الساوث افريكا، اللي هي في ساوث افريكا، افريقيا اللي هي افريقيا يعني. بالنسبه للروتس احنا قلنا فيري لونج روتس عشان توصل للووتر، ثم بعد كده الروتس ريتشز اون الووتر على بعد 35 متر. الترانك الجذوع بتاعتها فيري لونج طويله، وقلنا عشان ايه الانيمال كانت ريتش ذيم، وقلنا اكسبت الجراف. الليفز قلنا بتبقى الليفز فيها سبايني، وطبعا ات هيلب تو هولد ووتر، بتبقى تمسك الميه او تلتصق بها الميه. وقلنا معظمها بيكون سبايني علشان سباينز هات اشواك علشان يمنع الانيمالز ان هي تاكلها. كل الحاجات دي قلناها، انا مش عايز اقول بسرعه، بقول بسرعه علشان الحاجات دي قلناها كلها. البيهيفرال ادابتيشن، هنا بقى في نوعين من الادابتيشن عارفين اللي هو الستراكشر والبيهيفرال. الاكاشا دي تريز ادابتد اتسيلف ذا فولوينج، قلنا وين ذا انيمال بينج ايتينج ذا ليفز، الاكاشا دي قلنا بيجن تو بريديوس بويزونز، قلنا بتطلع ماده سامه، وطبعا بتبقى كمان التست بتاعها فيري باد، وكمان قلنا بتطلع ريحه كمان اللي هو سميل فيري باد. سند سميلي مسج، وتبعت ايه سميلي مسج ان ذا ويند عشان تروح الاكاشا تريز ثانيه وتعمل حسابها وتبدا تفرز البويزن بتاعها. الحاجات دي كلها قلناها، انا مش عايز اكتر فيها، هتلاقي كل الحاجات دي قلناها عندك، ولما تحل الاسئله هتلاقي نفسك حاجات عارفها، اللي انت مش عارفه حضرتك هتعلم عليه، وانا بعد كده شويه بشويه هنبدا نشرحه. النهارده هنخش بقى في درس الفور اللي هو ليسن فور، وده بيتكلم على الدايجستيف سيستم. ايه بقى موضوع الدايجستيف سيستم؟ الجهاز الهضمي. طبعا هنا يا جماعه observe the following figures then complete the sentence below. طبعا ده بيمثل عباره عن اجهزه عندي. طبعا ده البرين، يبقى ده بيتكلم على النيرفس سيستم، وده طبعا الاستومك بيتكلم على الدايجستيف سيستم، وده الهارت بيتكلم عن حاجه اسمها سيركيوتري سيستم، وده التولانجز بيتكلم عن حاجه اسمها ريسبيراتوري سيستم. فيجر ايه ريزولت هومن دايجستيف سيستم، مين طبعا الدايجستيف؟ يلا كل معاه واحد معاه القلم بتاعه من فضلكم ويبدا يعلم. هنا طبعا بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الدايجستيف سيستم، يبقى الفيجر نمبر 2، يبقى هكتب هنا نمبر 2. كله بقى معايا يا جماعه يعلم كده وركزوا معايا عشان الوقت من فضلكم.
اهون، يبقى هنا هكتب كده تو. طيب السؤال اللي بعد كده، مين اللي بريزنتس اللي بيمثل ذا هيومن ريسبيراتوري، تنفسي؟ طبعا واضح ان هو نمبر كام؟ نمبر 4. هنكتب نمبر 4. لحد كده يا جماعه الدنيا تمام. نكمل. How are bodies body systems adapted to meet the need of living organisms؟ يعني ايه الكلام ده؟ ازاي الاجهزه بتاعتي بتعمل ادابتد تاقلم او تعمل ادابتيشن تكيف علشان تمد الجسم بالحاجات اللي محتاجها عشان يبقى ستيل الايف. Each living organism has different ways of adapted. ده كلها ماليش دعوه بيها. The body of the living organism, human or animal, consists of، الحاجة دي مهمة، يبقى البادي بتاع أي كائن حي مكون من مجموعة من السيستم، أهو consists of some system، بعض السيستمز that are differ in their structure to perform a specific function، عشان تعمل وظيفة معينة. خليك معانا هترجم لك الحاجات دي كلها وسيادتك معايا كده الكلمة اللي مش عارفها ترجمها. يبقى عايز يقول لي ان الليفنج اورجانيزم اي كائن حي لازم يكون فيه مجموعه من السيستمز، وكل سيستم له استراكشر خاص بيه، تركيب خاص بيه. ليه؟ تو بريفيرم سبيسيفيك فانكشن، كلمه سبيسيفيك فانكشن وظيفه محدده. يبقى كل سيستم عنده تركيب خاص بيه علشان يعمل سبيسيفيك فانكشن، يعني يعمل وظيفه خاصه بيه. تو جيت نيدد فود، زي مثلا بريس والحاجات دي كلها، عشان يحصل الغذاء، عشان يتنفس، علشان يحس، كل الاجهزه بتاعت الانسان كده. تمام. نيجي بقى اتش سيستم، كل سيستم كونسيستس اوف جروب اوف اورجان، يبقى كل سيستم عباره عن اورجان ذات ورك توجذر تو بيرفورم بارد نفس الفانكشن. بعد كده الدايجست، يعني هنا يا جماعه يعني ايه؟ خليك معايا في الحته دي هشرحها لك بره كده. يعني لو انا يا جماعه جيت مثلا جسم الانسان، ادي جسم الانسان مثلا اهو، الجسم الانسان عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من السيستم، مجموعه من السيستم، كل سيستم وليكن دايجستيف. يعني لو بصيت على الصوره دي كده مثلا، ده عباره عن ايه؟ الدايجستيف سيستم. الدايجستيف مكون من اي سيستم في الدنيا؟ مكون من مجموعه من الاورجن زي الستومك، المعده. المعده ده تعتبر جزء من الدايجستيف سيستم، يعني تعتبر اورجن. طب لو خدت النيرفس سيستم، ده النيرفس سيستم. البرين دي يا جماعه تعتبر اورجان. خدت السيركاتوري سيستم، الهارت ده يعتبر اورجان. فاي سيستم، اي سيستم في الدنيا مكون من جروب اوف اورجان. يبقى سيادتك هتعلم على دي، ايتش سيستم كونسيستس اوف جروب اوف اورجانز. لحد هنا طيب، يبقى عرفت كده اي ليفنج اورجانيز مكون من مجموعه من سيستم، وكل سيستم، الحته دي يا جماعه اهي اللي انا بعلم عليه ده اهو، وكل سيستم مكون من مجموعه من الاورجانز. تمام. طيب الدايجستيف سيستم زي الريسبيراتوري سيستم، زي كل السيستم فاوند ان ذا هيومن بودي. يبقى انا عندي الامثله على السيستم، الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. يبقى انا هاخد مثالين، يبقى اللي حضرتك تعلم عليه اول حاجه الحته دي كده، كل بودي مكون من سيستم، وكل سيستم عباره عن مجموعه من الاورجان، وهناخد احنا اتنين سيستم عندي اللي هو الدايجستيف والريسبيراتوري. تعال نشوف مع بعض كده. طبعا خلي بالك كل السيستم مهمه برضو الحته دي بقى، الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم، كل السيستم وركينج توجذر، بتعمل مع بعضها تو جيت انرجي فروم فود، علشان تحصل على الانرجي من الفود. تمام. تعالوا يا جماعه، يبقى كده عرفنا اللي انا عايز اعرفه في الحته دي اهو، كله اهو كاني بعيد، الكل يمسك القلم ويعلم على اللي انا بقول عليه. يبقى البادي بتاع اي ليفنج اورجانيزم مكون من مجموعه من السيستم، نعلم على دي. الناس تعلم يا جماعه، ما تجيش يقول لي يا سير اصل انا ما كنت ناس، اعلم بالقلم وتعلم على اللي انا بقول لك عليه، ده اتحفظ. وكل ايتش سيستم، كل جهاز مكون من مجموعه من الاورجانز وركينج توجذر، اهو مجموعة من الاورجانز تعمل مع بعضها. علم. وبعد كده الدايجستيف سيستم، ده الامثله اللي هاخدها، هاخد مثالين، الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. وبعدين علم برضه،
وبعدين الدايجستيف سيستم والريسبيتوري سيستم وركينج توجذر. ليه؟ علشان يحصل على الانرجي من الفود اند بريسنج. يعني ايه الكلام ده؟ هتركز معايا انا يا سير. هو انا لو قلت لك انا باكل ليه او بتنفس ليه، مفيش حاجه اسمها باكل عشان اعيش، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه بتنفس عشان اعيش، لا 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 لا. امال انا بعمل ايه؟ اي جسم يا جماعه، اي بادي، اي بادي محتاج حاجه اسمها انرجي، وكلمه انرجي يعني طاقه. طب انا يا سيدي محتاج الانرجي في ايه؟ لا لا لا، ده انا محتاجها في كل حاجه، اي اكتيفيتي انا بعمله محتاج انرجي. لو انا قلت لك روح ودي الحاجه دي للحته الفلانيه، تقول لي والله يا سيدي انا ما عندي طاقه اتحرك. فكلمه انرجي دي اللي بتديني كل الاكتيفيتيز. طب هنجيبها منين؟ انا بجيب الانرجي من تو سورسز. اول سورس من الفود، الغذاء، وكمان من الاكسجين اللي انا بتنفسه. يبقى الفود مع الاكسجين الاثنين دولت يطلعوا لي انرجي. يبقى عشان انا احصل على انرجي محتاج حاجتين، فود اند اكسجين. طب الفود مين اللي هيجيبه؟ الدايجستيف سيستم. قال يا جماعه ما تنعاش هم الفود، انا كدايجستيف سيستم، دايجستيف سيستم انا هجيب لك الفود. والاوكشن قال لي ايه؟ الريسبيراتوري سيستم قال انا هجيب لك الاكسجين. يبقى اصبح عندي دلوقتي حاجتين، اصبح عندي حاجتين، اكسجين وفود، الاثنين دولت مجملهم هم اللي هيطلعوا الانرجي. فعشان كده انا هاخد الجهازين دول، يبقى الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم وركينج توجذر، بيشتغلوا مع بعض تو جيت انرجي، عشان احصل على الانرجي. تمام؟ فروم من حاجتين، الفود والبريسنج. الفود الغذاء، والبريسنج هو التنفس. البادي بيقول بادي جيت، يعني بادي بقى يا جماعه الجسم بتاعي بالله عليكم كل يكون مركز عشان الوقت قصير وعايزين ننجز. البادي جيتس نيوترينتس من الفود. اهو الجسم، وكلمه نيوترينتس ممكن تكتب المعنى عليها، يعني عناصر غذائيه. فروم ذا ايه؟ فروم ذا فود، علشان يديها للبادي. خلاص دي. كمان دو اكتيفيتيز، سيبك من الاكتيفيتي ده ماليش دعوه بيه، بيقول لك امشي شويه ومش عارف ايه، محتاج انرجي، ده كله هيتنفس كتير، سيبك من الكلام ده كله. يبقى انا عندي هنا البادي بيحصل على النيوترينتس، العناصر الغذائيه، من الفود، وطبعا ده ذات بروفايد ذا بادي ويز نيد انرجي. خلاص دي معروفه. طيب النوت، ان وان دي يو نيد ا لوت اوف انرجي، في يوم محتاج انرجي كتير جدا. هنا يور هارت بيتس، ممكن القلب يدق لحد 100 ألف تايمز. يو تيك 20,000 بريسز اند 1,000 اوف ستيبس، يعني عشان تجري هو عايز بقى مديك ايه؟ القلب ممكن يدق في هذه المينتس او هذه الجاريه ممكن ده 100,000 مره، وكمان ممكن تتنفس 20,000 مره، ده كله خلال 1000 خطوه. يبقى لو انا بجري 1000 خطوه، يبقى في ال 1000 خطوه دي تقريبا القلب هيعمل الكلام دي. نوتس يعني معلومه عامه يعني. تمام؟ يبقى النوت اللي عندي بتقول عشان امشي، لا ما تعلق اللي انا هقول بس نعلم عليها يا جماعه، هقول لك علم عليها دي بس ايه انفورميشن، هقول لك حاجه علم عليها. اعرف بس كده مع ال 1000 ستيب بعمل 100,000 بيتس دقة قلب، وبعمل حوالي 20,000 بريس، ما فيش مشكلة. الليسون ده هندرس إيه بقى؟ هندرس ثلاث حاجات، الدايجستيف سيستم، الهيومن دايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي في الإنسان، والدايجستيف سيستم في بعض الأنيمال كومبيرد ويز ذا هيومن، مقارنة بتاع الإنسان، وهاخد الريسبيراتوري سيستم في الإنسان. تعال نشوف الدايجستيف سيستم برضو اللي هقول لك تعلم عليه. هتعلم تو جيت نيوترينت فروم فود، ات ماست باس ثرو ديفرنت اورجانز، عشان احصل على الغذاء، على النيوترينتس، العناصر الغذائيه. ما انا عايزك تركز معايا، هو انت مفكر لما تيجي تاكل الاكل اللي بتاكله ده على طول الجسم بيستفيد منه قطع؟ طبعا لا، طبعا مستحيل.
الجسم يا جماعه عشان يستفيد من الاكل لازم يهضمه ويحوله الى حاجه تشبه السائل، ودي عشان يقدر يمتص منه حاجه اسمها نيوترينتس او العناصر الغذائيه. طيب يبقى الانسان بيحصل على عناصر غذائيه من الاكل من الفود، لازم بس تمر ثرو ديفرنت اورجانز، تمر في اعضاء مختلفه اللي هي بتاعت مين؟ organs of digestive system. ما نعلمش على حاجه من دي، دي الاندرستاندنج بس. علشان يا جماعه احصل على هذا الغذاء which are working together، كل هذه الاورجانز بتعمل مع بعضها to break down food، عشان تكسر الفود into small parts، الى اجزاء صغيره that your body can use، عشان جسمك يستفيد منها. وهذه البروسس بسميها digestion process. سيبك من كل ده ولا تحفظ فيه حاجه، بس تفهموا ايه؟ ان عشان انا احصل على الغذاء انا باكل علشان احصل على حاجه اسمها نيوترينتس. هذه النيوترينتس مش هقدر احصل عليها من الاكل وهو كده لوحده، امال لازم يخش بايه؟ لازم يخش في عمليه بروسس اسمها digestion process. هديك مثال، انت لما اجيب لك انا تفاحه واقول لك خد التفاحه ديت ابزورب امتصها اشربها، تقول لي اشربها ازاي يا سير؟ همتصها ازاي يا سير؟ دي ده التفاحه دي سوليد، علشان امتصها لازم احولها الى عصير، فانت مش هتقدر تشرب التفاحه الا لما تبقى عصير. لما تبقى عصير تبقى سهل انك تشربها او ابزورب ات. كذلك الفود، لما اقول لك انت تاخد قطعه لحمه وتقول لجسمك يا جسمي خد حته لحمه دي استفيد بيها، يقول لك هو انت عبيط يا ابني؟ انا عشان استفيد من هذا الفود لازم حضرتك تجزأه وتكسره وتخليه حتت صغيره قوي علشان الجسم يقدر يمتصه ويستفيد منه. تقول له انا ما بعرفش اعمل كده، يقوم الجهاز الهضمي الدايجستيف سيستم بقى يقول لك ايه؟ وسع يا عم، انا هعمل لك الموضوع ده. هتعمل ايه يا دايجستيف يا سيستم؟ قال لك بص يا سيدي بقى، انا هبقى مسؤول عن، شوف it is the system responsible for breaking down food. كلمه breaking down food كانه بمعنى هضم الطعام into small parts، الى اجزاء صغيره قوي، to enable the body cells، علشان يخلي اجزاء الجسم او خلايا الجسم use them in gently getting energy، يبقى بيخلي اجزاء الجسم تستخدمه علشان تحصل على الانرجي. هقول الجمله دي تاني، ايه فايده الدايجستيف سيستم؟ ايه شغلانه الدايجستيف سيستم؟ ده السيستم المسؤول عن responsible for. الكلمة اللي انت مش عارف معناها اكتب معناها، responsible for، مسؤول عن breaking down food اللي هو تقزيم او هضم الطعام اسمه into small parts، الى اجزاء صغيرة، to enable، ليمكن، يخلي يعني the body cells، خلايا الجسم، use them، تستخدمها in getting energy، علشان نحصل energy. يبقى الفود من غير ما يتهضم ملوش 60 لازمة، لازم يتهضم ويتحول إلى small parts علشان السيلز بتاعتي تقدر use it، تستفيد منه وتطلع منه الانرجي. ده شغلة. يبقى دي يا جماعة تتحفز كيب مهمة قوي، ده الفانكشن بتاعت ايه؟ الدايجستيف سيستم. طب ايه هي الدايجيشن بروسيس؟ يعني ايه كلمه هضم الطعام؟ قال لي بص بقى يا سيدي، الدايجيشن بروسيس ديت ات از ذا بروسيس اوف بريكنج داون، هي العمليه اللي بنجزأ بيها الفود اند تشينجينج ات، واحوله انتو كيميكال سبستانسز، الى ماده كيميائيه ذات ذا بادي ابزوربس، يقدر الجسم ابزورب يمتصها اند يوزز ذم، ويستخدمها
in getting energy and growth، انك تحصل على الانرجي والجروث. تمام؟ طب انا هسمح للناس تتكلم، بس اللي هقول له بس يتكلم هو اللي يتكلم. اتفضلي يا اسيل. هو من صفحة 25. والله حتي انا مش سامع منك حاجه. طيب هنشوف كده مصطفى حاتم. انا خدت الدايجستيف سيستم كله في الدرس وحفظه. طب يا جماعه اللي خد خلاص بقى ما تعطلناش يا سيدي، بس بالله عليك. طب جودي سير، انا مش فاهمه الدايجستيف بروسس. حاضر تمام. لؤي سير، هو انت يا سير لسه عامل ريكورد لغايه دلوقتي؟ عارف يعني انت من فتره رافع ايديك عشان تقول الكلمتين دولت. ما طيب رماس. سير، هو انت ممكن تبعت التسجيل الريكورد ده على الجروب بعد ما تخلص؟ حاضر. طيب هقفل بقى الصوت وارد على الاسئله اللي جات لي. انا فاتح الريكورد ليه؟ علشان الناس تشوف الاسئله وتعرف اجاباتها ايه. بصوا معايا تاني يا جماعه، انا عندي في الدايجستيف سيستم عندي حاجتين لازم اعرف. اول حاجه الدايجشن، الدايجستيف بيعمل ايه الدايجستيف سيستم؟ قلنا هو اللي بيحول الطعام الى سيمبل بارتس، اجزاء صغيره، حتى ليت ذا بادي سيلز، يخلي جسم الانسان جيت انرجي فروم ات. طب ده اهميه الدايجستيف. طب يا عم دايجستيف ايه هي الدايجشن بروسيس؟ قال لي والله اتز ذا بروسيس، دي العمليه اوف بريكنج داون فود، ان بعمل بيها تكسير للفود اند تشينجينج ات. حلم يا جماعه بريكنج داون يعني يفتته ويهدمه ويحوله الى ماده كيميائيه، كيميكال سبستانس. طب ليه بتحوله كده يا عم؟ قال لي عشان اخلي الجسم يستفيد منه. اند ذات ذا بودي، ليت ذا بودي ابزورب، يمتص الانسان الجسم and uses them getting energy. وبعد ما الانسان جسمه يمتص هذه المواد الكيميائيه الناتجه من الفود يبدا getting energy and growth، يحصل على الانرجي وينمو. هي دي يا جماعه الفكره بتاعت الدايجيشن. نيجي بقى للاستراكشر اوف دايجستيف سيستم. ما هو تركيب الدايجستيف سيستم؟ قال لي والله مكون من، خد عندك اول حاجه الماوس عارفينها، حاجه اسمها اسوفيجس، اعتقد انتوا اخذتوا الحاجات دي عندكم في الانجليش. اسوفيجس اللي هو المريء، استومك المعده، سمول انتستين اللي هي الامعاء الدقيقه، ثم لارج انتستين الامعاء الغليظه. اي ثينك انتوا خدتوا الحاجات ديت زي ما قلت في الانجليش. سيبك من النوت دي، تعال بقى نشوف ادي شكل الدايجستيف سيستم، واعتقد ان انتم اخذتوها نفس الرسمه دي في الكتاب عندكم. ادي الماوس، ادي ثروت او فارنكس. ثروت يا جماعه اللي هي الفارنكس اللي هو البلعوم، دي اسمها البلعوم. ثم اسفيجس اسمها المريء، استومك المعده، ليفر الكبد، ورا هنا في حته اسمها بنكرياس البنكرياس، ثم سمول انتستين الامعاء الدقيقه، ثم لارج انتستين الامعاء الغليظه، ثم الانس فتحه الشرج. انا المفروض همشي مع هذا الجهاز واشوف كل حاجه بتعمل ايه. دايجستيف سيستم ستارت مع الماوس، طبعا الدايجستيف سيستم بيبدا بالماوس، دخول الطعام الماوس، وينتهي بحاجه اسمها الانس اللي هي فتحه الشرج، خروج الفضلات. يبقى ده الدايجستيف سيستم، ستارت باي ماوس، يبدا بالماوس وينتهي بالانس اوبننج. تمام. ذا organs ذات digestive سيستم ار كونكتد اند organized ان ا واي ذات allow فود تو كومبليت بروسيس اوف digestion. Starting from the mouth to the stage of excretion. لا يعني ايه الكلام ده؟ انا مش عايزك، ده مش هتحفظ منه حاجه.
بس انا عايز اقول لك ايه، ان الطعام بيمر في الفود، بيمر في الاورجن، كل اورجن له دور في عمليه الدايجشن، وده اللي هنقوله بعد كده ان شاء الله في الجزء الثاني من السيشن. انا